وتعلمت في الدرس أن أحب الله وأحب رسوله. محبة الله أولا ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكون محبة الله بالإيمان به ومحبته وخشيته وتوحيده والعمل بما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه وفعل العبادات والطاعات والإخلاص في القول والعمل والتصديق واليقين. ومن محبة الله أن نؤمن بأركان الإيمان والإسلام ونعبده بإحسان كأننا نراه. وتكمن محبة الرسول في طاعته والاقتداء به واتباعه ومحبة آل بيته وأصحابه ونصرته والدفاع عنه. مع السلامة.